مساء الخير، اهلا بيكم في برنامجنا رشاقه والجمال. معاكم دكتوره داليا شعبان، اخصائي العلاج الطبيعي وعضو الجمعيه المصريه للسمنه وعضو الجمعيه الامريكيه للسمنه. المره اللي فاتت اتكلمنا في الحلقه عن السليولايت، حابه بس في الاول افكركم بيه بسرعه لان الموضوع ده فعلا جالي تساؤلات كتير عليه، فانا محتاجه اكلمكم عنه شويه تاني او افكركم بيه. السليولايت يا جماعه عرفنا ان هو بسبب مش السمنه، هو بسبب قصور في الدوره الدمويه والدوره الليمفاويه في الجسم، واسبابها كتير. طيب وعرفنا طرق علاجها. طرق علاجها ان انا اعمل بيوريفيكيشن وديتوكسيفيكيشن. بيوريفيكيشن انا ابتدي امنع الاكل السيء والعادات الغذائيه الغلط، وديتوكسيفيكيشن ان انا ابتدي انقي جسمي تاني بالاكل الصحي، الخضروات، الفاكهه، الاكل الصحي. كمان محتاجين نشرب ميه كتير، محتاجين نبعد عن اللبس الضيق، محتاجين نبتدي نمارس الرياضه تاني ولو خفيفه، ابعد عن التدخين والكحوليات والكافيين الكتير. لو الكلام ده كله ده اسمه بروفلاكتيك، لو ده الحالة بسيطة، لكن لو الحالة جديدة شوية ببقى محتاجة علاج خارجي زي اللي اتكلمنا عن الكافيتيشن، قلنا ان الكافيتيشن من اول جلسة بيجيب نتيجة ويساعد جدا على اختفاء خالص ظاهرة السليولايت، وقلنا كمان ان الراديو فريكوانسي برضو بيساعد جدا من اول مرة او من اول جلسة بتلاقي ان في نتيجة مع السليولايت، وان بالكتير هتحتاج جلستين او ثلاثة. وقلنا برضو ان الميزوثيرابي برضو من الحاجات اللي بتساعدني جدا في السليولايت، ان الحقنة فيها الدواء ده هو اللي بيدخل يبتدي يفضي الخلايا الدهنية ويفضي وينشط تاني الدورة الدموية من تحت الجلد، ويبتدي تاني يرجع لشكلها الطبيعي، ويبتدي يرجع الجلد تاني مشدود ويبقى شكله طبيعي وناعم. فما تقلقوش خالص، مفيش حاجة ملهاش حل، بس المهم ان انا ابتدي ادور ايه السبب وعالجه ازاي. ده بالنسبة للحلقة اللي فاتت. يا رب اكون كده جاوبت على اسئلتكم. لكن بالنسبه لحلقاتي انا حابه اتكلم على موضوع تاني برضو يهم ناس كتير قوي، هو موضوع الترهلات. الترهلات ما هواش قاصر على ست او راجل، الترهلات عامه موجوده عند الجنسين. بس الترهلات بمنتهى البساطه يعني ايه ترهلات؟ الترهلات دي عباره عن هي حاله الجلد بعد زياده في الوزن. يعني انا حصل انقاص في الوزن، فابتدى بعد زياده ابتدى يحصل لك حاجه اسمها ترهلات. الترهلات دي ان حاله الجلد بتبتدي يبقى مطاطي، موجود بطريقه زياده شويه زايد عن الحد، ما هوش مشدود والشكل الطبيعي بتاعه. طيب ايه اسبابه؟ اسبابه مثلا زي الحمل والولاده، ان الست بتحمل 9 شهور مره واحده وزنها بيزيد، ومره واحده بتنزل، تبتدي تنزل بعد الولاده، فالنزول دوت مره واحده بيخليها يحصل عمليه الترهلات. طيب ده بالنسبه للحمل والولاده. حد تخين طول عمره وابتدى عاوز يخس يعمل دايت، يعني زي الشباب الصغيرين ما بيبتدوا يدخلوا الجامعه بيبتدوا يحسوا ان جسمهم عالي، لا انا عاوز اخس، فيبتدي يعمل دايت، يبتدي يظهر معاه مع الدايت بعد الدايت على طول الترهلات اللي في الجلد. الحاجه من الثالثه اللي هو الليزي لايف ستايل بتاعنا. طبيعتنا كمصريين ممكن ما نبقاش تخان قوي، بس عندنا برضه ترهلات. مشكلتنا كمصريين بنقعد دايما قاعدين، زي ما كنا الرياضة دي أبعد حاجة عن تفكيرنا، مش عارفة ليه. فسبب رئيسي ضعف العضلات. لو أنا بني آدم على طول قاعد على طول ما بتحركش، أكيد هيبتدي ده يعمل لي ضعف العضلات، عدم استخدام الشيء يؤدي إلى خسارته. فالطبيعي طالما ما بستخدمش عضلاتي هتبتدي العضلة تقل في الحجم وفي القوة، يبتدي يحصل الترهلات. فممارسة الرياضة شيء مهم جدا عشان أعالج الظاهرة دي. طيب أنا دول الأسباب، عالج ازاي؟ رقم واحد زي ما قلت لكم رياضه، يعني رياضه اهم حاجه عشان اعالج الترهلات اللي عندي. لما ابتدي تاني العب رياضه ابتدي اشد تاني العضله تبتدي تشد الجلد اللي عليها، يبتدي الجلد تاني يرجع له تاني الحيويه والنشاط بتاعه، ويرجع الجلد عباره عن استك يا جماعه، يعني بيموت ويرجع، مفيش مشاكل، مش قصه. ما تفتكروش ان دي ازمه وان مش هتتحل وان انا هفضل طول عمري كده، لا مفيش حاجه اسمها كده. بالرياضه وبالراحه، بس نصبر، ما بقاش انا عملت رياضه بقالي اسبوعين بعمل رياضه مفيش فايده، ولا حتى شهرين، على الاقل تعمل 3 شهور ل6 شهور رياضه. ده بالنسبه للرياضه. طب عندنا حل تاني؟ عندنا حل تاني، عندنا حاجه اسمها الراديو فريكوانسي اللي انا كلمتكم برضو عنه الحلقه اللي فاتت، بس انا اتكلمت بس اللي يخص السليولايت. بس يا جماعه الراديو فريكوانسي ليه رول مهم جدا في شد الترهلات، لان الراديو فريكوانسي والموجات الكهرومغناطيسيه لما بتدخل الخليه هي بتحفز الخليه وتعلي درجه حرارتها بحيث انها تنشط الخليه عامه. من ضمن الخلايا دي خلايا الالاستين والكولاجين اللي موجود في الجلد. بيحصل عن نتيجه الترهلات ان الكولاجين والالاستين ابتدى يفقد
المرونه بتاعته، الحيويه بتاعت الجلد بتاعته دي. فنبتدي لما نيجي نعمل راديو فريكوانسي يحصل تحفيز للكولاجين تاني، يحصل تحفيز تاني للراديو فريكوانسي، ابتدي تاني الجلد يرجع تاني لليونتو يبتدي يشد معايا. وبرده الراديو فريكوانسي تاثير رهيب، من اول جلسه او جلستين بالكثير بتلاقي تاثير رائع. برضو عندنا حل ثالث اللي هو الميزوثيرابي. الميزوثيرابي من الحاجات اللي انا بستخدمها جدا مع شده الترهلات، بس طبعا مع مراعاه ان الترهلات تبقى قليله. الراديو فريكوانسي هتكون ترهلات شديده، لكن الميزوثيرابي هتكون ترهلات قليله، بطن صغيره وفيها ترهلات شويه. ببتدي احقن الميزوثيرابي بماده اسمها الدمايا. الدمايا دي مسؤوله عن شد الجلد. بمنتهى البساطه بتبتدي ترجع تاني الحيويه والنشاط للإلاستين والكولاجين موجود في الجلد بتاعي، وابتدي الجلد تاني يرجع لشدته والحجمه الطبيعي، ويرجع تاني يتشد زي ما كان زي الاول واحسن كمان. ده بالنسبه للميزوثيرابي. اخر حاجه طبعا الميه. برضو الميه من الحاجات برضو مهمه في الترهلات، لانها بترجع تاني الليونه الجسم. انا كده اتمنى ان انا اكون في التوكو، واتمنى ان انتوا اكون جاوبت على كل اسئلتكم، واتمنى ان انتوا تكونوا برضو تسمعوا بالنصايح يعني وتنفذوها، عشان خاطر نعيش تاني حياتنا حياة سليمة نشيطة، جسم متألق يرضينا جميعا. اشوفكم الحلقة الجاية ان شاء الله. مع السلامة.